ذاك اليوم شفت بني عقلي طار واحس قلبي اشتعل بالنار وما ادري رحت قلت لها حبيني خطوه بينها وبيني ابوك سرقت عيني راسا خشمي طف انذار وما ادري الدنيا دب تحترم بس اللي عنده رنج أما اللي عنده سيبة أما اللي عنده سيبة سيبة تزل فيه اشرف تفضل حبيبي لا لا انا ضايج اي ادري يعني تعرف ايش مشتهي اعرف ايش مشتهي ايش مشتهي لا تسلم كل شيء مشتهي لا سخيف سخيف لو ثقيل تالي هسه راح نبقى هيك يعني نبقى ضايج لا تفضل راح احكي لك يعني نكته كلش قويه سمعني اريد نكته الا ازبري الا ازبري اكبر واحد عنده عربانه العربانه قودها مطي شوف وش تقول لا العفو صارت بوجهه العربانه مو مطي المهم عربانه يقودها مطي مش المطي طمست العربانه بالطين هي طمست العربانه بالطين يدفع بيها نبيها كل فايده فاتوا اثنين شباب قالوا ممكن تساعدوني دفعوا ويا العربانه طلعوها حتى ما قالهم شكرا شالك يشيل الصنده ودق على المطي اخ اخ ام داقله ذولا اثنينهم احسن من عندك
بعدين المطر ما سوى شيء رفع قضية هاي. لا تسمع هاي. نعم. فديوم واحد بخيل ملاكم فتح اسواق ابنه قال له يابا اريد اخذ شامبو اغسل بيه شعري الاب سمع هيجي زين ابنه صفر. الابن راح لامه قال له يمه تقلب لي ابوي ردت من عنده شامبو من الاسواق زين شعره صفر قالت له احمد ربك وثكره امذين ما رايد مع ذون اثنان وتالي فتح السمكه ملاث الخاتم. لا اسمع هاي ملاث خاتم؟ لا 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 ما بيها خاتم. تدري يا سالم قد الضوجه ايش مشتي؟ ايش مشتي؟ مشتي يعني اموري ادق الباب واطلع من بيتنا واقول منو وما القاني وارجع ادق الباب واطلع اقول منو وهم ما القاني وارجع ادق الباب واقول منو ما القاني اقول اي يابا شلون ناس سفله يدقون الباب ويشردون يا واد. شبيك؟ شنو السالفة؟ اليوم أحسش شو مو على بعضيك. لا ما في شيء بس أنا اليوم طلعت التاكسي قام الشوفير عمل المراية هيك وظل عم يطلع فيني وحكى كلام ما بفهمه يعني ما بعرف شو معناه. ولج؟ شنو ايش حكى؟ ما فهمت عليه بصراحة. قال أريد أتعرف بنطروني نجرب بس ما اعرف اتصرف. شو بيقصد يعني؟ حلو وانت ايش قلتي له؟ ما قلت له شيء هيك ابتسمت بس ما فهمت شو معنى. الو 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 وانت ابتسمتي؟ ايه ابتسمت ما بعرف ما كنت بعرف شو بيقصد. ايش يعني ببتسم شو بعمل لك كان؟ ايه كيف بيبتسم شو بعرف لك كان؟ شو ما عرفتي؟ عليك شو؟ ليك هو كلام منه منيح لا سامح الله. لا ما انه منيح. طيب شو يعني مزرف؟ مزرف ويلي يعني مثقب. شو يعني مثقب؟ اويلي اويلي هاي شلون طلابه؟ الله طلابه حبيته كثير. شو يعني طلابه؟ طلابه يعني انتي. شو؟ اطلابه يعني طرقاعه والطرقاعه يعني ورطه والورطه يعني مصيبه. شو تريدين بعد؟ طيب ما قلت لي شو يعني مزرف؟ خذلتني يعني مثقب. المثقب شو دخله بالموضوع؟ اسأليه هو شنو دخله بالموضوع؟ انا اخوك. ولج 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 علمن تخابرين عم بقول له ما انت قلت اللي اساليه. انت مخبله؟ ولج انت ما جبت رقمه. ما هو اللي اعطاني رقمه بورقه يعني ما انت قلت اللي اساليه. عم بقول له مشان اساله ولج انت ما افهم على شو كان يحكي معي. هسه انا علمك. الو 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 شوف الغيره سعدت عندي فول. هلا ما جبت ولج رقمه؟ هو اعطاني بورقه. مش منو قال ايش تعطي رقمه؟ هذا عرضهم ذولا التاكسيات اول ما صعد وياهم من يمه ايش قاعد يتلطلطون. اول شيء فرق كاميرا او المرايه رسم اختي ايش خاله من عطر. شو عليك؟ شلون تطي رقمه؟ رقمه شلون تطي؟ طيب يا اخي ما عطيت الرقم. ما عطيت هو عطاني بورقه. هات ليش شوف الرقم مالته. شوف حتى مو مميز لك. هم هذه حديقه لك. انت شلون تعطي الرقم؟ شلون تعطي؟ صالون قاعدين. بس لا تزعل علي. سأتحداك اليوم بالقصيدة الملمعة. أدري هي قصيدة لو حذاء. سوف لن أجيب. أجيب غريب أمور قضية اسمعك شلبي. أكيد طبعا هذا عقلك ما رح يستوعب الشعر اللي أني أقوله ملمع اليوم إلا أفهمك. ما أريدش تفهميني ولا أني أفتح من عندك. أني هسه رح أردك بقصيدة ملمعة وأني أرتجلها. تفضل. وفتاة كنت أمشي خلفها كلما أقح تقول لي وجع فتقربت منها كي أسألها شنو هالأيام القح منع.
يا فتاة ما كان قصدي حرشة، لكن عندي قحة ومنها قلب شلع. قالت ابتعد عني يا فتى ولا تلاحقني وانقلع، لي إخوة خمسة لو علموا والله ورا ذبحك يسوون القطع. فبينت لها إنني لم أخف، وقلت لها مو علينا هالدوالغ والخدع، يا هل ترى تسمحين لي بالغرام؟ مو نهر شوق عليت من قلبي نبع. تقدمت خطوة ثم انحنت، ما أدري شنو البيد هاللمع. بوري أبو الإنجين ما شفته إلا براس الرقع. فغبت عن الوعي، وكانت حالتي مثل اللي طلع بيجني وانصرع. فصعبت عليها وبكت، وحطت كلينكس على الدم وانقطع، وراحت ترميني باللوم. مو قلت لك جوز شفت شوقك ما نفع؟ اضربيني ثانية، قلت لها حتى تحتارين بي ويزيد الولع. ابتسمت وقالت نعم ابتسمت هسه يلا شوقك بقلب انطبع. فسرنا كطفلين معا، واحد راح لبيتهم والثاني رجع. فتعجبت من هذا اللقاء، مو قصة حب، فيلم هندي طلع، فيلم هندي طلع، فيلم هندي طلع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أردك بقصيدة تفوق مستواك الذهني. قل له زيتي. اسمع، كافي يا عالم حسوا بينا، مو تعب صوتي وعليكم أصيح. وحدة منهن والله وحدة، لو إحنا الغلط لو أنتوا الصحيح. مرت أيام وليالي ولا مرة جيت انت على بالي، بس ترى ما يهمني والله، جبل انا وما اطيح، جبل انا وما اطيح. صح صحيح. اشكرك. انت فد واحد اناني، ما يهمني اذا تزعل، اني فد واحد صريح لك، اني فد واحد صريح. تتزغير تتلعب بابا كل حافي من الانتباتي ضرقام ابو غنون يعرفوا باو باو تلعب قلب دو يوسع فيك سينما ونحب لك على الجيب انه ما يتلقى وحطابنا فرصة ثمينة كان ممكن ان يسجل من خلالها. ريح أعصابك جنان وهني من شركة نبع الفراتين للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر. في كم حدا عم بينبش على كم شي نادر وجوده، بس ماستر البطاطا راسه صعب وبده بس راس بطاطا على راسه. وباقي الكمية بتروح للبقية. إذا سألوك عن ماستر طبيعي تجاوب طبيعي حبه. سوري، وين ستاند الكريكيتا؟ وراك يا مدام. يه، حضرتك تشتغل هون؟ لا مدام ما بشتغل هون. طيب ليك شو بتنصحني؟ مدام بنصحك باثنين، وإذا بدك في الكلاسيك هونيك كثير طيب. الكلاسيك؟ أنت أكيد تشتغل هون. كشفتيني، أنا بشتغل هون مدام. تحب أساعدك بشي؟ لا ميرسي، كلك ذوق. مدام أنت عن جد بغير عالم. مش مجرد مية، دي اسلوب حياة. من منتجات شركة ورود الياسمين.
دي فينيزا يا باشا، مفيش احلى من كده. حلو، هو ده فينيزا، مش مجرد ميه، دي اسلوب حياه. من منتجات شركه ورود الياسمين. مساء الخير. مساء النور يا ولد. احنا برنامج حزوره بشده، ما تطلعون منه اذا ما اصب لكم كاسه لبلبي. هذا لبلبي صاج، وينهم اللباسه؟ وينهم الكشاخه؟ طيب راح اسالك طيب كم سؤال. طيب هسه اضوق واقول لك. قولي لي. راح اسالك كم سؤال، اذا جاوبتني عليهن راح تاخذ الشده وبالعافيه عليك. عيوني قابل شنو متعاركين احنا؟ معوده ايش ماخذين من الدنيا هاي؟ اوكي، السؤال الاول، ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟ فلفل حار؟ البيض. اجابتك صحيحه، ربحت ويانا 500 دولار. وانت ربحت ويانا كاسه لبلبي هاي وحده. احكي. السؤال الثاني اللي هو سؤال البرنامج. ايه. اللي راح يربحك شده. شده. يقول: لماذا يسمي العراقيون أبنائهم بأسماء خميس أو جمعة؟ خميس أو جمعة؟ ما يراد لهالشيء، لأنه ينولدون يوم الخميس أو الجمعة. هذا اللبلب وين اللي لا غلط، لا غلط، لأن هذا دليل على أنهم يحبون الكسل والنوم والاعتماد على الغير، وإلا بحياتك شفت عراقي اسمه أحد اثنين؟ من هم اللي يحبون الكسل وهاي؟ العراقيين. ليش تحكي عن ضارتي؟ مو مال اللبلب، يمشي منها. يلا منا، يلا اقطع، يلا اقطع. زهورتي زهزوها. راح تقولي لي المصرف البيت مخلص؟ لو تقولي لي ما عندنا تمه، لو تقولي لي ما عندنا بتيته قديمات، كنا طاقات يمي ثاني. حبيبي احكي. حبيبي احكي لي قصه. زعطوطه صغيره قزة، احكي لي قصة. ليش يوم عمري 100 سنة هسه صرت زعطوطة وقزة؟ لا كافي، احكي لي قصة. اي حبيبي. اي شو عندك قصة؟ اي فتوى. الا شيلو، راح احكي لي قصة. اذا حلوة قولي حلوة. اوكي. اذا مو حلوة اطلقك. ها؟ اطلقك. لا هي مبينة حلوة، مبينة تموت. يقول لي ايش كان يا ما كان في قديم الزمان. يقول لي كانت اكو معركة بين العرب والروم. لا مروا لما تخيالة. ماشي. لا تغلطيني. اوكي. شلون حرب طاحنه طحين. كان هناك فارس عربي اصيل. شو اسمه؟ اسمه فارس عربي اصيل، هذا الثلاثي. فارس عربي اصيل. زين. شاهرا سيفه الطويل. لابسا درعه الثقيل. ايه. هاي قصيده. يقول لك هذا الفارس الرافع سيفه الطويل ولابس درعه الثقيل. ايه. طب المعركه. زين. جالهم جول.
اي كان يقطع رؤوس الروم كانها رؤوس الثوم. طب المعركة ما خلى واحد بيهم وهو يقاتل شان يوقع سيفه؟ لا انا غلام ابوي صار بعدين ايه وقع سيفه؟ ايه كان يصيح وقع سيفي وقع سيفي ايه وقع سيفي ايه جابه واحد من الروم قال له سيفي لو شتوي حلو حلو شو وحدة فيك وشاردني شان معطر هذا شان هذا أماراتي وبعدين ضحكوا كلهم وصار هذا المقاتل العربي وهذا المقاتل الرومي وصارت علاقة بيناتهم وجعلهم كل واحد سمنت ناطر وهذا لعب بيا قابا ناتوكي قامت تتزغير تتلعب قابا كل حافي ولي الانتباتي برغام ابو غنون يعرفهم باو عباو تلعب قابا يوهزا تيك سينما اللعب لحنا تجيب لنا مايك البوح قابلة فرصة جميلة كان ممكن ان يسجل في خلالها ريح اعصابك جنان وهني من شركة نبع الفراتين للمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر في كم حدا عم بينبش على كم شي نادر وجودي بس ماستر البطاطا راسه صعب وبده بس راس بطاطا على راسه وباقي الكمية بتروح للبقية إذا سألوك عن ماستر طبيعي تجاوب طبيعي حبه سوري وين ستاند الكريكيتا؟ وراك يا مدام يه حضرتك تشتغل هون؟ لا مدام ما بشتغل هون طيب ليك شو بتنصحني؟ مدام بنصحك باثنين وإذا بديك في الكلاسيك هونيك كتير طيب الكلاسيك؟ أنت أكيد تشتغل هون كشفتيني أنا بشتغل هون مدام تحب ساعدك بشي؟ لا مرسي كلك زوح مدام أنت عن جد بغير عالم مش مجرد مية دي اسلوب حياة من منتجات شركة ورود الياسمين سنت حلوة دي فينيزا يا باشا مفيش أحلى من كده فينيزا مش مجرد مية دي اسلوب حياة من منتجات شركة ورود الياسمين اليوم شفت بني عقلي طار واحس قلبي اشتعل بالنار وما ادري صار رحت قلت لها حبيني خطوه بينها وبيني ابوك سرقت عيني راسا خشمي طب انذار وما ادري صار نسوان ما يقبلن بي يقولون وجه القوطيه يا ناس عما نشبيه بالفاق يمتى الزوج كلوني ما يخالف جاك ما تجيبوني حدون سنون اللي عيدها من شام مدن الصار مدن الصار
الدنيا دي بتحترم بس اللي عنده رنج، اما اللي عنده سيبه، اما اللي عنده سيبه سيبه بتزل فيه وبتدوس.